اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. الاهلي في كل مكان النهارده معانا نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي ونجوم الرياضه المصريه والكره المصريه بشكل عام. دايما بقول لكم ان نسر النادي الاهلي اللي بيرفرف في السماء اللي طاير اللي في الشعار دايما بنشوف فيه صوره كل اللي بنحبهم، كل اللي يدوا في النادي الاهلي، وكل واحد بيشوف في النسر وفي جناح النسر كل اللي هو عايز يشوفه. لان زي ما قلت لكم من 24 ابريل 1907 111 سنه اهلي، وهعد لكم انكم الساعات اللي جايه هتشوفوا على قناه الاهلي وعلى شاشه الاهلي كل اللي نفسكم تشوفوه في 111 سنه اهلي. التاريخ دايما ممدود ودايما متواصل، ودايما الاهلي مليء بالنجوم. قدمته مره واثنين وبقدمه ثلاثه، وبرحب بيه كابتن الكبير كابتن احمد ناجي، شرفنا منورنا. متشرف بيك، وطبعا انا في بيتي في قناه النادي الاهلي. ببارك لجماهير النادي الاهلي على كل الانتصارات اللي فاتت، وقبل ما انسى طبعا بتمنى الشفاء والسلامه لكابتننا الكبير كابتن محمود الخطيب، يا رب يرجع سالم ان شاء الله لكل محبيه والنادي. وان شاء الله يعني نتكلم النهارده مع الناس ونكون خفاف عليهم ان شاء الله. احمد ناجي مع حفظ الالقاب فخامه الاسم تكفي. هنبدا منين؟ هنقول ايه؟ تفكر، هنطلع تقرير ونرجع نشوف الكابتن ناجي عايز يبدا منين. هو واحد من أفضل وأعظم مدربي حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، لما قدمه من عطاء بلا حدود وإنجازات يتحدث عنها الواقع. أحمد ناجي ابن النادي الأهلي ومدرب حراس المنتخب الوطني الذي بات علامة بارزة ومضيئة في تاريخ الكرة المصرية، وذلك بعد أن كان أحد أهم أعضاء الجهاز الفني لأحفاد الفراعنة الذين حفروا أسماءهم في سجلات التاريخ بالتأهل لمونديال العالم الذي سيقام في روسيا يونيو المقبل. ناجي شاعر الملاعب، من أشهر مدربي حراس المرمى في مصر وتحديدا في النادي الأهلي الذي له باع طويل فيه في مجال التدريب، حيث أشرف على قطاع الناشئين وعمل في تدريب الفريق الأول بالنادي الأهلي لأكثر من 13 سنة. حقق ناجي كمدرب لحراس المرمى في الأهلي عددا كبيرا من البطولات على جميع الأصعدة، الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، السوبر المصري والإفريقي، الوصول ثلاث مرات لكأس العالم للأندية باليابان، الفوز ببرونزية العالم في البطولة الثانية. لعب ناجي دورا مهما في صنع أسطورة حراس المرمى في العصر الحديث عصام الحضري، والذي كان وراء المستوى المذهل الذي ظهر به ابن دمياط منذ أن انضم للأهلي حتى بات أفضل أصحاب القفازات في القارة السمراء. لم يتوقف الأمر والعطاء عند هذا الحد، لكن ظل ناجي أيقونة مدرب حراس المرمى في مصر حتى بات المسؤول عن هذا القطاع في المنتخب الوطني. لديه مسؤولية قاسية بتجهيز الحارس الذي سيحمي عرين الفراعنة في مونديال روسيا. تقرير مميز جدا، بشكر عليه فريق الإعداد، بروح للكابتن ناجي. اولا كمان نشكرهم على التقرير الجميل دوت، وان الناس مبدعين يعني مش شطار يعني. نبدا منين؟ من اللي انت عايز تبدا منه. انا عايز ابدا في الاهلي في كل مكان. في حدث بيشغلنا كلنا طبعا، حدث محمد صلاح، متابعينه، وبقول لكل متابعينا ان شاء الله بفور الاعلان هنكون معاكم بكل التفاصيل. ولكن كابتن احمد ناجي والبدايه والاهلي ووجودك في الاهلي والذكريات الكبيره وتاريخك الكبير جوه النادي الاهلي. ده قصه بقى من 1978، يعني فات عليها كام، 40 سنه او اكتر. كل المحطات والمشوار الطويل والحاجات الحلوه
وانت كانسان وكبني ادم تكوينك كله بين جدران النادي الاهلي. انا جيت النادي الاهلي 17 سنه ونص يعني، دلوقتي 60 سنه، ف يعني مشوار طويل مشوار. جيت في الاختبارات يعني، جيت رايح تختبر عادي. قصص كده كانت حصلت، واصحابي جايين ما قالوليش، فامي الله يرحمها قالت لي روح، ورحت وبعدين انا الوحيد اللي اتخذت في ال... ما كانواش عايزين يقولوا لك من كفر الدوار يعني. صحابي يعني هم ما زالوا صحابي يعني. بس وبدات القصه من هنا. من فاكر لما رحت مين كان بيختبرك؟ طبعا طبعا ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب، الشيخ طه اسماعيل كان في الملعب الله يرحمه، الكابتن عوضين، كان الكابتن محمود الخطيب جاي من لندن، كان عامل عمليه غضروف. غضروف دي زمان كانت حاجه يعني زي طبعا. فكان بيتمرن في التقسيمه اللي انا اختبرت فيها، وانا كنت بلعب يعني. انا حارس مرمى غزل كفر الدوار. غزل كفر الدوار كانت فرقه تقيله يعني، كانت زي غزل المحله كده. وبعد التمرين جابني الكابتن طه وقال لي، انا طبعا ما بكذبش يعني، مع عمري ما طبعا الشيخ طه يعني نحسبه كذلك يعني، لكن هنكذب كذبه بيضه كده على الولاد، نقول لهم ان انت عندك قرايب هنا. ف بيقول لهم يعني، كان فيهم الحن لعب في الاولمبي فتره طويله. قال له والله العظيم ما كان ليه قرايب هنا ولا اي حاجه. فبدات القصه من هنا وبدا. ليه الجمله دي؟ يعني ليه الجمله دي انه ليه قرايب هنا؟ عشان ما يحرجهمش يعني، عشان انتوا كويسين برضو، بس عشان هو ليه قرايب هنا هيقعد معاهم يعني ويبقى في النادي الاهلي. طبعا الشيخ طه يعني عايز ما يحرجش الشباب بذوقه طبعا يعني. بس وبدات القصه بقى، راحوا جابوا الاستغناء من كفر الدوار، وجيت قعدت في مصر، وبعد كده الثانويه الرياضيه، وحياتي بدات من هنا بقى خلاص يعني. كان مين مثل احمد ناجي في التوقيت ده؟ لا هم اللي كانوا موجودين، كان كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي هم اللي كانوا الهيد. وكان في الوقت ده كان في محسن علي اوقات، كان في الكابتن تونسي مدرب كبير في طبعًا. في الامارات دلوقتي، كان في هاني، كان في الله يرحمه المرحوم عادل عبد المنعم، دول الكيل بتاعي. ومشيت بقى مشيت العمليه، والتاني موسم تقريبا موسم 78 في اخره لعبت 3 مباريات في الدوري. لعبت كود بالبيس كان في الدوري الممتاز، واسكو، والمحله في المحله. اول مره بتجهز بقى عشان تقف حارس النادي الاهلي. طبعا ليها ذكرى عمرك يعني عمرك ما تنساها. اكيد، لانه كان الاختيار بيني وبين المرحوم عادل عبد المنعم الله يرحمه. الله يرحمه. والد احمد. فكان مستر هيديكوتي هو المدير الفني، وكان كابتن فؤاد شعبان، كابتن حازم كرم، ربنا يديهم الصحة ويرحم الكابتن فؤاد طبعا مستر هيديكوتي. الاختيار كان انا عادل، وكان عادل مهتم بتجهيز ادواته وكده، وانا يعني قلت عادل اللي هيلعب يعني، عادل اقدم مني في النادي. ففوجئت، كان كابتن فتحي نصير ربنا يديله الصحة المساعد، وجابني وقال لي يعني، قال لي ان انا هلعب. عايز اقول لك نفسيا زي ما احنا بنعمل دلوقتي، اللي هيلعب بندي استرس عليه شويه كده يعني. ف بدات مباراه جود بالبيس جبنا، واسكو تعادلنا 1-1، والمحله تعادلنا 0-0. من ضمن الحاجات الحلوه في ماتش المحله ده كان يمكن مان اوف ذا ماتش يعني، انا لسه 18 سنه. فكانت بدايه حلوه، بدايه كويسه يعني. طبعا بدايه حلوه وبدايه كويسه، وطبعا حراسه مرمى الاهلي دي مسؤوليه كبيره جدا، وحارس مرمى لفريق كبير بيعني نصف الفريق. هو دايما في النادي الاهلي مركز حراسه المرمى عمره ما تهز يعني. من اجيال قديمه جدا يعني، طول الوقت المركز ده في النادي الاهلي يعني موجود، وموجود بشكل كويس. طبعا انا كنت في وسط عملاقين يعني. طبعا. كان بيعجبك وبعدين جه بعد مني كمان برضو عملاق تاني كابتن شوبير. طبعا. يعني طبعا. كنا يعني
كان ما لعبت انا كنت فاكر كان في فيلم اسمه وسالسهم الشيطان، ف يعني كان الكابتن اكرامي وكابتن ثابت بس انا ما كنتش شيطان ولا حاجه. فالامور مشيت لحد ما كان جالنا مدرب مستر كالوتشاي، كان مستر ديكوتي اللي جابه يعني. وفي الوقت ده لعبت انا كويس يعني، لعبت فتره كويسه. كان اختلف مع المرحوم ثابت ان ثابت كان منطقه ال 18 بيغطيها كويس من غير ما يلعب بالبوكس. هو كان الراجل مصمم ان لو المنطقه مش مناسبه ان انت تمسك يعني لازم تلعب بالبوكس. فاختلفوا هما الاثنين، اختلافهم ده جه في صالحنا. ثابت في يعني حال كره القدم طبعا. فلعبت السنه دي لعبت بشكل كويس. وبعد كده جه كابتن جوهري رحمه الله عليه، اختلفنا انا وكابتن جوهري لانه يعني هيقعدني تاني، هيرجع ثابت وانا هقعد. فمشيت رحت نادي الترسانه. كابتن احمد، اكيد وانت جاي تقف وسط العمالقه الكبار الله يرحمه كابتن ثابت كابتن اكرامي، اكيد كنت شايف في كل واحد ميزه، وكنت شايف في كل واحد حاجه، وكنت شايف ان وجودك اكيد عايز تحقق بين الاثنين دول. كان طبعا في صعوبة طبعا. ثابت يعني طول عمري بقول ان هو كان سابق اوانه وعصره يعني، حتى في طريقه تدريبه يعني. كان من الناس اللي هي يعني الفوت ورك والحاجات والبوزيشنز والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي كان هو بيعملها بمنتهى العفويه. يعني كان يعني تمركزاته وحاجاته ما تخليهوش يعني يتمرمط يعني يترمي كتير او لا، كان دايما تحت الكوره ودايما حركات رجليه. يعني احنا دلوقتي الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي هو كان بيعمله. يعني المقوله اللي بتقول تعرف الحارس صح من رجليه من تحركاته. لا لا، الحارس حاجات كتير مش تحركاته فقط يعني. الحارس ده قصه كبيره وحدوته كبيره. لكن هو كان يعني فعلا حتى في تدريباته اللي هو الخاصه كان ليه تدريبات خاصه يعني. يعني احنا دلوقتي بنعمل مثلا برضو تدريبات خاصه يعني في انديفيدوال ديفرنت يعني فروقات فرديه بين الناس وبعضيها. فبناخد ده نعمل له حاجه، هو كان يعمل لنفسه كده. طبعا الكابتن اكرامي حاجه حلاوه اللعب بقى والشياكه ويعني وحش افريقي، شكله حلو وهو في الملعب يعني، وطريقه ادائه ممتعه. فانا كان حظي حلو ان انا جيت في وسط العملاقين دول يعني. اتعلمت ايه من النادي الاهلي؟ اتعلمت من النادي الاهلي ان انت يعني سقف طموحك ما يكونش له حدود. يعني النادي الاهلي كده المركز الثاني زي الاخير. فيعني انت طموحك في النادي الاهلي لازم تبقى انت يعني نمبر حتى وان. والدي الله يرحمه برضو كان ليه برضو كلمه ليا دايما انا بفتكرها، انه لو هتعمل حاجه نص نص ما تعملهاش. يمكن يعني احنا قلت لك الكلام ده قبل كده، فدايما برضو افتكر الكلمه دي انه لازم في النادي الاهلي لازم تبقى متميز، لازم تبقى انت الاول، لازم تبقى احسن حد، لازم هو ده النادي الاهلي. مش بالكلام يعني، لانه كلام ما يخليكش احسن واحد، والكلام ما يخليكش متميز، والكلام لازم بالجهد والعرق والمصابره والتحدي في كل وقت. فهو ده النادي الاهلي. كابتن احمد ناجي حيرت الناس كلها، ودائما الناس تبص لك في حته وانت بتروح في حته. كابتن احمد ناجي كنت سابق في حاجات كتير، وكان ليك ستايلك الشخصي، وكان ليك شكلك وادواتك، وكنت بتحب تلعب مزيكا، وكان ليك في الشعر من زمان، ولكن اخترت مدرب حراس مرمى. ازاي؟ دي كان لي دور كبير فيها الله يرحمه كابتن محمود السايس. لانه انا بلعب اخر موسم معاه، انا رحت وقلت له ان انا مش قادر العب يعني خلاص تعبت. يعني كان ماسك السويس وانا كنت بلعب في السويس. ويعني يمكن من المرات القليله انا بقول القصه دي يعني. فقال بس انا يعني هتكمل معايا؟ قلت له لا. كان في حارس اسمه غريب حافظ كان طالع 17 سنه، فقال لي طب ايه رايك تجرب فيه كده تشتغل معايا يعني. كان عندنا مدرب كبير كابتن احمد الهوى، فكنت بقزقز كده مع غريب يعني. والسنه اللي بعديها اشتغلت مع الكابتن سايس مدرب، ده كان بيعمل ما هو كان يعني حتى الاكاديميه عنده كانت عاليه يعني. فكان يدي محاضرات في كل اسبوع لفرقه السويس يعني. دي لهم محاضره نظري وكلام في الكوره الاكاديمي بقى، العناصر التدريب والقطط والحاجات. فاستفدت منه كتير جدا جدا جدا، وهو اللي حببني ان انا اكون مضحيت بكل حاجه علشان
تكمل في الحته دي ولا قلت اجرب؟ لا لا لا، هو انا في يعني حتى ومستر كابتشاي ماسك، مستر دكوتي، كابتن فؤاد، كابتن فتحي نصير، كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم في كلاعب يمكن كان عندي حته ان انا اشوف هم بيقولوا ايه يعني وادون واكتب وحاجات كده يعني. لا هي في الفكره في لانه كان في صعوبه ان انا ابقى اساسي على ثابت واكرام. ف يعني فكرت ان انا يعني ابقى في الحته دي يعني احاول فيها كويس يعني. فمن وانا بلعب بدات احضر نفسي ان انا اخد الدراسات والدراسات الاساسيه وبعدين الدراسات اللي اتعملت بعد كده كلها، وبعد كده بقيت بقى مدمن بقى سفر، مدمن معايشات كده يعني. فطبعا انا كان بدري بدري بصراحه، وكان ليك السابق في الحاجات دي يعني. يعني اهتميت جدا وبقى اهم الاول يعني تعمل شويه فلوس وتحوش شويه فلوس، اذا النادي ما طلعكش سنه تطلع انت على حسابك كده يعني، تاكلك سندوتش همبرجر في اي حته وتروح تتفرج وتروح تقعد. فكان مهتم جدا بان انا يعني اشوف احسن مدربين في العالم، اكلم معاهم، اقعد معاهم. وربنا يعني وفقني في بعض الاصدقاء اللي هم كانوا شغالين في اوروبا، يعني سهلوا لي شويه، لان طبعا الموضوع ده موضوع صعب، لان انت ما بتتكلم في كده والناس بتسمع طب يقولوا ازاي يعني. لا فهي بتبقى توفيق انه بيبقى عندك صداقات، عندك علاقات كويسه بتخليك انت قريب من الناس دي يعني. كابتن احمد ناجي لو ما اتجهش لتدريب حراسه المرمى كان شايف نفسه ايه؟ لا يعني ما عمري ما فكرت فيها بالشكل ده يعني. ما انا شايف نفسي ايه ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني لو ما كانش كابتن سايس اتكلم معاك ووجهك الحته دي كنت انت شايف؟ وحتى لو كابتن سايس ما اتكلمش معايا يعني، انا الفكره من وانا بلعب فكره عندك عندي. بس هو قال فعلا شجعك انت، لا انت مش هينفع تبقى غير كده. عندي حتى اشتغلت سنه في كمدرب حراس مرمى في السويس، كابتن امين الاسنان والله يرحمه، حد ده كبير جدا في منتخب مصر والسويس، اسم من الاسامي اللي كانت تتحط وتحط عليها العشره بتوع المنتخب. فجاء قال لي انت تمشي من هنا يعني، امشي من السويس. فقلت له ازاي؟ قال لي انا الكلام ده قلته لفؤاد شعبان الله يرحمهم الاثنين يعني، لانه انت لازم تبقى في مكان احسن يعني. طبعا مع احترامنا طبعا طبعا للسويس يعني، انه عارف ان انا متربي في الاهلي، فهو كان يعني ان انا ارجع. لا وشاف امكانياتك يعني، هو يعني فقال لي لا مش هينفع تقعد، وانا افتكرت انه كارهني يعني. لكن هو طبعا كان شايف انه ان اقدر ابقى موجود في مكان محترم زي النادي الاهلي، وده اللي حصل يعني. يعني كابتن احمد ناجي لما مش هنقول احترف الغنى شويه، لكن عمل تجربه حلوه وتجربه مزيكا كويسه قوي، دي كانت هوايه ولا كانت احتراف؟ لان شكلها كان محترف جدا. لا وانا احترفت يعني، احترفت سنتين يعني اشتغلت، لكني زي ما يعني يعني طبعا مع احترامنا لكل الفنانين واصحابنا وحبايبنا وكل حاجه، يعني مش كارك يعني. لا وجدت صعوبه شديده ان انا اكمل فيه. ان انا ابقى يعني موجود بشكل انه ليه معطيات ومفردات وحاجات كتير جدا طبعا لازم تبقى تعملها عشان تبقى متواجد في الوسط يعني. طبعا انا يعني ما استحملتش كتير يعني، كان ممكن استحمل وكان ممكن استمر، لكن يعني من اول يعني هزه انا يعني ما كملتش. لكن طبعا كانت تجربه حلوه، وكان كلام محترم جدا والحان كويس. تعاملت مع مين في المجال الفني؟ انا تعاملت مع شركه صوت الحب او الاي ام اي اللي هي الشركه اليوناني اللي هي كانت فرع في صوت الحب، وتعاملت مع العظيم مصطفى الشندويلي في الكلام طبعا رحمه الله عليه، والاستاذ الكبير سامي الحفناوي يعني كان هو اللي عامل الالحان والتوزيع. فكانت تجربه بالنسبه لي، وطبعا مش هنسى فضل الاستاذ محمد حمزه، هو صاحب الفكره الاستاذ محمد حمزه الشاعر الكبير طبعا يرحمه، وطبعا كان نظرا لتواجده الدائم في النادي الاهلي وفي حديقه النادي الاهلي وصداقتي بيه، فهو اللي قال يعني عرض ده كان قريب من حضرتك قوي قوي. انا اللي كنت قريب منه بقى، مش هو اللي كان قريب مني يعني. انت كنت قريبين من بعض؟ كنت قريب منه جدا، احبه جدا. هو كان على المستوى الانساني شخص مش طبيعي يعني، انسان من الدرجه الاولى.
ففعلا كان صداقتنا كانت سبب في ان انا يعني اعمل الكاسيت. يعني انت عارف الاعداد عندنا شاطر. تغنيت قدام محمد عبد الوهاب. بسبب طبعا الاستاذ حمزه يعني. فهو خدني لاستاذنا الكبير وبس، هو قال انه هتعمل الشغل بدون اجر. يعني طبعا كان اي حد يتمنى طبعا. يعني لكن انا اخدتني الجلاله ازاي بدون اجر وكلام من كده. والوسط الفني عامل زي الوسط الرياضي. لما تغني قدام يعني الوسط الفني محمد عبد الوهاب طبعا، ويبقى فيه لا لو كانت قصه بقى اعجاب بالصوت من الاساس مجد العمروسي والقصه كده كانت يعني قال يعني عبد الحليم حافظ يعني لكن هو الموضوع كان يعني زي ما تقول انت حتى وانت في النادي الاهلي بقى سقف طموحاتك كبير طبعا، فانت ليه طيب ما انت نمبر 1 بالظبط كده. ف جت بقول لك الوسط الفني زي الوسط الرياضي، اي حد يقول لا ده احمد راح لفلان مش عارف ايه، فلقيت صوت الحب جايين وعايزين يعملوا عقد 3 سنين وثلاث لا، فكان شكلها افضل يعني تمام. فقلت استاذ حمزه في مقابل وبتاع بالظبط كده فحسيت ان انت محترف واعلانات ومش عارف ايه فاشتغلت معاهم وعملنا شغل كويس جدا. في مطربين في الجيل ده تعاملت معاهم بشكل معين؟ كلهم يعني كلهم كانوا اصحابي، حامد ومصطفى وهشام عباس، كل الناس كنا يعني وإيهاب توفيق طبعا اهلاوي كبير، وكل الناس مفيش حد، والشعراء كلهم احمد شتا وعماد حسن وعوض بدوي، كل الناس لا كانوا اصحابي اساسا من القصايص يعني يعني كنا اصحاب يعني قبل حتى انا ما اعمل اي حاجه. هو انا حابب يعني اصحابي في الوسط الفني كلهم حاببهم وما زلت يعني بهاء الدين محمد بنتكلم وكل الناس يعني مش عايز انسى حد يعني كلهم صحابي كلهم حبايبي وكلهم بس مكمل جواك، وده اللي خلاك تبقى شاعر الاهلاوي. لا الشعر قديم جدا برضو، قديم يعني مش جديد. ما هو قديم بس انت برضو ايه ده فضل مكمل يعني، اذا كانت تجربه الغنى وقفت شكليه ممكن اقول شكليه بقى وكده انما تجربه الشعر كملت وكملت على مستويات كبيره جدا. طبعا الاول بشكر طبعا الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، ان هو اللي هو انتج الديوان الاول حارس عيوني كمصر، وطبعا الدار الغريب اللي انتجه الاستاذ احمد غريب واسلام غريب اللي انتجوا الديوان الثاني. بشكرهم جدا لان طبعا العمري صديقي صاحبي يعني، فقال احنا هنعمل كونسولتو على لو انت فعلا بتعرف تكتب هنطبع، وفعلا جاب ناس متخصصه جدا، استاذ ايهاب عبد السلام ده من مصححي اللغه العربيه حاجه جامده جدا يعني، وقعدوا فاستاذ ايهاب قال له يعني انشر فعملنا ده. والديوان الثاني طبعا كان عندي ديوان طبعا كان، وطبعا برضو بيساعدك ان انت فلان الفلاني يعني برضو طبعا بتبقى بلف يعني، لكن اللي جوه بقى اللي الناس هتحبه او ما تحبوش البضاعه يعني. البضاعه ماده الشغل طبعا دي اللي ما حدش بيختلف عليها. لسه بتغني؟ جدا طبعا بغني. مفيش حاجة جاية على بالك عايز تقولها ولا مش حابب؟ براحتك والله، خلينا كده نسخن مع بعض شوية. خلينا نسخن مع بعض. طب أكتر شعر كتبته حسيت إنه لمسك قوي؟ كنت كاتب حاجة يعني هي تخض في الأول، منظرها يخض يعني. كنت كاتب أنا المعصوم عن الأخطاء. مفيش حد معصوم عن الأخطاء طبعا. يعني أنا المعصوم عن الأخطاء، وده بيحصل وأنا نايم، بزور الكعبة كل مساء وطول العام بكون صايم، أروح أتوضى يوم في القدس ويكمل يومي في الروضة، بصاحب كله جن وإنس وبصحى لاقيني في الأوضة، ومش عجباني ولا حاجة، رجعت خلاص لدنيا فراغ، وأنا نايم بكون حاجة وبصحى عيشها هرش دماغ، ومن كل البشر مستاء، مفيش معصوم عن الأخطاء.
يعني دي من الحاجات اللي انا بص انا بسقفلك على الهوا. خد بالك اللي انا سميع قديم ليك. لا طبعا بس مش عايز اقول الكواليس على الهوا. لا طبعا سميع قديم ليك. سميع قديم يعني. فهي يعني هي كلامها يعني ثلاث اربع كلمات لكن هي اجماليها في حاجات كتير. يعني كان في تجارب سمعنا عنها اللي هيكون في بعض الاغاني او في اغاني من اشعار كابتن احمد ناجي. هو اللي فاضل مني سمعها استاذ هاني شاكر وعجبته رائعه. وقال لهم يدوها لوليد سعد استاذ وليد سعد الملحن طبعا. طبعا بس انا مش متواصل يعني. هو المفروض اللي في الوسط الفني ان انت تتكلم الاستاذ هاني مثلا او تكلم وليد عملته ايه يعني. يمكن خدتني ال يعني معسكرات والسفر وكده ومش انا عارفها. بس بتقول ايه؟ بتقول اللي فاضل مني ايه غير شويه ذكريات وانا اتكلمت ليه والكلام زي السكات. اللي فاضل مني ايه هو فاضل وقت تاني اللي كان مادد ايديه بالمحبه وبالاماني ضاع في لحظه ومش لاقيه. اللي فاضل مني ايه كبر سني وحكاياتي والبياض غلغل في شعري والكلام اللي في شعري والمعاني في اغنياتي ده اللي بتعكز عليه. اللي فاضل مني ايه اللي فاضل مش كتير. الحياه زي المراكب يوم بترسى ويوم تسير حد ماشي وحد راكب. واللي ايه هبكي عليه. اللي فاضل مني ايه فاضل ايه تاني. لا بجد يعني انا بحييك ان انت يعني في ظل الظروف دي والاجتهادات دي والمجهود الكبير اللي بيتعمل في كرة القدم وفي المتابعة وفي التدريب وأحدث الطرق والعين اللي مركزة والمتابعة ال 24 ساعة ان يبقى فاضل منك وقت اعمل فيه حاجة تبدع فيه مش تعمل فيه حاجة. منحة يعني من ربنا سبحانه وتعالى. حط لك صورة كده شايف كان شعر اسود والله اهو احلى المواني. منحة من رب العالمين يعني. ده كان اسم الالبوم احلى المواني. احلى المواني. وانا اصلا ما عنديش ما انت عارف يعني البيت والعيال والتمرين ومفيش حاجه تانية يعني. والشعر. والشعر طبعا الشعر جزء مهم جدا يعني. لو هتغني حاجه لنفسك او حد قال لك لا ده انت لازم تيجي تغني اغنيه فانت كاتب حاجه انت حابب لو 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 في عندي حاجه حابب اغنيها ناجي يغنيها نسمعها. اللي هي انا كاتب قصد الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل يفوت عليه الزمن يطرح في ارضه الفل. اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل يفوت عليه الزمن يطرح في ارضه الفل يتحدى كل المحن من غير هوان ولا ذل. اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل. دي لو هتغني نفسك تغني. لو هغني اغنيها طبعا سعدني جدا. عندك بغني. ملحن ولا اجيب لك ملحن؟ لا مش هسيبك انا بقى. انا هتبنى لك. انا مدير اعمالك في الحته دي متطوع. ده حلو قوي الكلام. متطوع. الحكايه وطن مزيناه احلام عينه على بكره باصص كده لقدام المه يكون ذكرى والفرحه منه تطل. اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل. الوطن والمنتخب والشعور الكبير. عملت حاجة للمنتخب؟ هو كل الكلام اللي بتكتب على الوطن وعلى يعني الوطنية عموما هو ده للمنتخب يعني. وانا كمان كويس ان انت فتحت سيرة المنتخب لانه احنا كعيلة كعيلة المنتخب من اول فرد مستر كوبر مستر فانتا اسامة محمود انا فانتاجوزي كل الجهاز يعني تشيكي حتى معانا عضو جديد اندوني كل الجهاز الطبي عم حسنين وبدر ومحمد والدكتور حسام الابراشي والدكتور محمد ابو العيله. بص مش عايز انسى حد. عم عبد الله ومحمود وكل الناس دي العيله دي. وطبعا اتحاد الكوره المهندس هاني بريده طبعا رب الاسره دي كلها. ودايما انا بقول لك اني خسران اني ما عرفتوش من فتره طويله. العيله دي يعني انا اشتغلت في الكوره سنين طويله ما شفتش زي العيله دي يعني. طبعا عندي
فترات في حياتي في الشغل، مستر مانويل جوزيه، كابتن حسام البدري، كله هنتكلم عليه. لكن العيلة دي ما شفتش في المحبة والترابط، وفي بعض الأقلام بدأت تخش إيه تقول إن في خلافات أو في حاجة. أنا بقسم لك بالله العلي العظيم، كلنا بنفرح لنجاحات بعض قوي 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 قوي، وكلنا مش شايفين إلا إن إحنا حابين بعض. حلو. وكلنا مش شايفين إلا في هدف بتحققه. بالظبط. وإذا ما كانش إحنا كده يعني، ما كانش، ورغم الأتموسفير اللي حوالينا إنه في ناس كتير مش راضية عن مش عارف إيه والأداء والحكاية والرواية، لكن إحنا ثلاث سنين في نجاح واضح جدا زي الشمس. الحمد لله. يعني حققنا كل اللي نتمناه لبلدنا دي، نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا كجهاز فني او ناس محترفين عارفين تماما ازاي انه كل عمل ناجح بيبقى حوالين الحاجات دي. طبعا. ففاهمينها يعني طبعًا. ما بتقلقناش ولا بتخلينا نبص حوالينا ولا لا، لانه كل واحد بيسعد بنجاح التاني. وده من ضمن العوامل الكبيره جدا في استمراريتنا بالتكتل ده وبالوحده دي. حبكم لبعض واضح جدا، وحققتوا حاجات كتير جدا، ولسه طبعا 104 مليون حاطين امال على حاجات هتحققوها ان شاء الله في المونديال، وهنتكلم في كل حاجه. لكن كابتن احمد ناجي ومدرب حراس مرمى، ورحله كبيره جدا مع الاهلي، ورجع الاهلي وقت ما كان بره وموجود في اماكن كبيره، لكن لما الاهلي قال له رجع هطلع اخد تقرير، وارجع بعد التقرير اتكلم مع الكابتن ناجي وحكاياته مع الاهلي في كل مكان. اولا احنا حابين نشكر لعيبه المنتخب الرجاله اللي شرفونا وصعدوا بينا لكاس العالم. كابتن احمد ناجي عمل طفره كبيره جدا في حراس المرمى. كنا الاول بنلاقي مشكله في الحراس، دلوقتي ما شاء الله في واحد واثنين وثلاثه، وفي البديل الجيد كان الاول عصام الحضري، دلوقتي في موجود كابتن محمد الشناوي وكابتن احمد الشناوي، ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك لهم. ونتمنى ان المنتخب يشرفنا في كاس العالم ويعمل حاجه كويسه تفرح المصريين ان شاء الله. يعني ربنا يوفقهم، فيش اكتر من كده. انت هتلعب منتخبات كبيره طبعا، منتخبات فيها نجوم، بتلعب في اوروبا وبتلعب في انديه كبيره، فطبعا طبيعي ان انت هتعاني طبعا مع منتخبات زي دي. بس انت لو لعبت كويس ونزلت وحطيت ربنا بين عينيك، ربنا هيكرمنا ان شاء الله. حابب اقول ان انت يعني مطلوب منك ان انت تاهل الناس دي ان هي تلعب كاس عالم صح، ويكون في بديل الكفء لحراسه المرمى. كابتن احمد ناجي مش محتاج حد يقول له حاجه، كابتن احمد ناجي اصلا طول عمره حارس كبير وحارس منتخب مصر في فترات صعبه جدا. اعتقد ان احمد ناجي كفيل بان هو هيقوم باللازم يعني باذن الله. اقول له اللي هو يعني المفروض يعني يهتم بالشناوي شويه اكتر من الاول، ويزود من روح المعنويه لشريف اكرامي. هو بصراحه موجود جامد بصراحه، بيخلي الكل يتنافس، ودي افضل حاجه فيه انه الكل بيتنافس، والكل عايز يبقى هو الاول ان هو يبقى يحرس حراسه المنتخب. اقول لاحمد ناجي ربنا يوفقك، المسؤوليه كبيره والاختيار صعب، بس ان شاء الله احنا هنعمل حاجه باذن الله. ربنا ان شاء الله يوفقه ويبقى في الاعلى والاعلى، ويدي اكتر تدريب وتفوق لكل اللعيبه، وهو بسم الله ما شاء الله يعني مش محتاج كلام، هو بيأدي شغله على اجمل وجه. بقول للكابتن احمد ناجي ربنا يعينك يا رب السنه، يعني يعينك في كاس العالم، بس عشان خاطرنا خد اللي يستحق للمنتخب يا كابتن، لحراس المرمى، لان ديت عشان خاطر مصر. وان شاء الله باذن الله يعني ربنا بس يوفقهم كلهم في المنتخب ان شاء الله الاول، وان شاء الله يعني الفرصه تبقى للي يستحق باذن الله. سواء بقى طبعا الشناوي، الزمالك، ربنا يشفي يا رب ويتم الشفاء على خير ان شاء الله. فالشناوي، الاهلي باذن الله يكون ليه نصيب، واكيد طبعا الحضري احنا ما نقدرش نستغنى عنه، يعني خبرته دي لك في الاهلي. بنوجه الشكر للكابتن احمد ناجي على مستوى حراسه المرمى بتاع المنتخب. والكابتن احمد ناجي طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي، ما هوش غريب عليه. في عاده كان جميع حراس المرمى الاهلي في مستوى واحد، وفي المنتخب برضه حتى اختياراته كلها فيها حياديه في اختياراته. والله هو كابتن احمد ناجي مدرب محترم ومطلع عيال تحت ايده، ومن هو في النادي الاهلي طبعا، وانا اساسا زملكاوي، بس طبعا حزين ان احمد الشناوي مش هيلعب في كاس العالم، لانه هو لاعب كويس وكان يستحق اللعب، ويعني موجود بدلا منه عصام الحضري ومحمد الشناوي ومحمد عواد، وربنا يصلح الحال. والله بقول ان هو مدرب محترم، وبسم الله ما شاء الله طلع من تحت منه اجيال حلوه زي عصام الحضري
ومحمد الشناوي، بس بقول له هارد لك لأحمد الشناوي انه مش هيلحق المونديال، وفي فرصة يعني لشريف إكرام انه قد يكون يلحق، وربنا يصلح الحال ما بينهم ان شاء الله. مبروك 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 يا كابتن ناجي صلاح، رسميا افضل لاعب في الدوري الانجليزي. محمد صلاح ابو مكه افضل لاعب. اقوم اعمل ايه؟ اقوم ازغرط والله رز. والله العظيم ثلاثه طبعا تستحق الفرحه الكبيره اللي كلنا كنا مستنيينها، كلنا متاكدين منها انه الحمد لله التعب والجهد اللي عمله طول السنه لا هو كان حد يعني بيعولوا عليه مستقبل فرقه كبيره جدا زي ليفربول. طبعا محمد صلاح شايلها يعني امسك الخشب ارقام وانجازات، 31 هدف 9 اسيست، يعني طبعا حاجات كبيره. انجاز يا جماعه، انجاز محمد صلاح بيعمل انجاز واعجاز. انجاز لما خد 3 مرات لاعب الشهر، وحاجات دي مش بالفوت ولا بالتصويت، ها لجان فنيه وشغل كبير. لما بياخد النهارده ان شاء الله افضل لاعب في الدوري الانجليزي رسميا على كل نجوم وهدافه الكره الانجليزيه، وان شاء الله هياخد الهداف وهيكسر كل الارقام ان شاء الله. اكيد اكيد اسطوره محمد صلاح. نقول له بقى كونجراتيليشن بالانجليزي، نقول له كونجراتيليشن على راي الكابتن احمد ناجي، واحنا هنا مجهزين وعارفين بفضل الله ان الكابتن محمد صلاح هيكون على منصات التتويج، لان كرة القدم بالارقام بالبطولات بالانجازات. صلاح مصر، محمد صلاح بصراحة فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف. محمد صلاح بقول لكم بيضرب امثلة كبيرة لكل المصريين، بيقول لكل شباب مصر تقدر، انت تقدر. خلوا بالكم اقول لكم على معلومه سريعه كده كابتن ناجي، انت عارف الفيلم التسجيلي اللي عامله ليلى المخدرات؟ ايوه. الصين خدته ومترجماه ومحقق نتائج ايجابيه غير عاديه. في الصين غير عاديه في الحاجات الانسانيه كمان، وفي الحاجات اللي هي خدمه بلده واولاد بلده وحاجات يعني مش عايزين نتكلم، لانه لو اتكلمنا محتاجين 3-4 حلقات عشان نقول بس الحاجات اللي بيعملها هو كإنسان لأهل قريته، لأي حد هو شايف إنه يستحق، يعني حاجات كتير قوي 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 قوي. باختصار ابن حلال، متواضع، عارف كويس قوي يعني هو فين، هيحافظ عليه إزاي، كل ما بيعلى بيتواضع أكتر، وده طبعا بيبان في المعسكرات وفي تعاملاته مع زمايله ومعانا ومع كل الناس. حقيقي يعني الواحد فعلا فعلا تقدر تقول ان انت فخور، وزي ما انت قلت انه هيبقى يعني مثل لكل الشباب يعني. طبعا لانه كابتن لما بيضرب مثل محمد صلاح زيه زي ابسط يعني انسان مصري اتعلم في اقل المدارس، نجريج وبلد وريف طبعا، ما دخلش الناشونال، خلي بالك العباقره كلهم متعلمين بالظبط ولا انترناشونال، لكن هذه المدارس والتربيه والطبليه النهارده مطلعه هذه الشخصيه. النهارده لما بيعمل حوار مع السي ان ان، وطبعا صوره الجايزه اللي اتشرفنا كلنا بيها واتشرف بيها محمد صلاح، لما محمد صلاح بيعمل حوار للسي ان ان بيتكلم لغه انجليزيه بشكل طلاقة. مبهر طلاقة. قبلها بيعمل إيطالي. لقاءات بيعمل، ما حدش واخد باله امتى صلاح اتعلم ايطالي، تعب على نفسه وامتى اتعلم، لعب على نفسه وتعب على نفسه في توقيت طبعا. عايز يثبت نفسه كلعيب، عايز يقف مع منتخب مصر، عايز ينجح مع ليفربول، قبلها مع فيورنتينا، قبلها مع وبعدها مع روما، وقبلها في بازل، وتجربه تشيلسي دي عايز يقوم ويفرح قصة بيها. قصه كبيره، فقصه كبيره بس قصه فيها انك تقدر طبعا. ان اي شاب بيقدر كدا. هو بيقول كده، انت تقدر، كل الناس تقدر، واللي بيأمن بنفسه وبيشتغل على نفسه صح يقدر. عندنا نماذج حلوه كتير كمان مع صلاح في المنتخب ما شاء الله عليهم كلهم، كلنا بنركن عليهم وبنعول عليهم، ان شاء الله يحطونا في حته كويسه ان شاء الله في كاس العالم. كجهاز بقى كنت متوقعين الجاهزه دي لمحمد صلاح؟ احنا كنا مع بعض النهارده في مباراه الزمالك والاسيوطي، و
كلنا كنا متأكدين، مش لأنه أنت لما اتكلمت عن رياض محرز كان يعني مش هداف الدوري، لكن كان طبعا لعيب بارز، لكن الإنجازات اللي عملها صلاح أضعاف اللي عمله طبعا رياض محرز يعني طبعا. فكان واضح إنه هو إن شاء الله كان يعني طبعا. يمكن تصريحات محمد صلاح بعد الفوز بالجائزة، طبعا قال شرف لي الفوز بالجائزة منذ اليوم الأول اللي لعبت فيه في البريمير ليج، كنت ناوي أني أظهر بشكل كويس وأكون ناجح وأكون سعيد، وأنا سعيد جدا بهذه الجائزة. دايما بقى محمد صلاح بقى، ومش هقول وذكاء وخبرته يعني الكبيرة بتكبر بسنه بكتير، أنه بيتكلم بيقول أن ده نتاج زميلي طبعا، ونتاج فريقي ونتاج الدوري اللي أنا بلعب بيه. وقال عدت لاعب مختلف للدوري الإنجليزي، ولكنني لم أحظى بالفرصة في تشيلسي، وشايف اللي ما خدش بالفرصة الكاملة. وقال سجلت الآن حتى الآن 31 هدف، وأتمنى كسر الرقم القياسي بتسجيل أكبر عدد طبعا من الأهداف. وقال بلعب من أجل الفريق، ودي على فكرة قررها في حوار في CNN برضو. وقال وأعطي تمريرات حاسمة كثيرة، ألعب للفريق ولا ألعب لنفسي. يعني يا كابتن في نفس الوقت بيتكلم هو بيلعب في الفريق وما بيلعبش نفسه. وقال مواجهة روما شيء خاص جدا، والجو العام في إنفيلد جو رائع جدا للغاية. ووجه رسالة بقى لكلوب طبعا المدير الفني، وقال إنه طبعا هو من أصحاب الفضل يعني، وقال إنه طبعا من الـ 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 الشخصيات المميزة. وكمان كلوب وجه له رسالة. شاف تصريحات صلاح ازاي يا كابتن؟ تصريحات عاقلة جدا ومحترفة جدا، يعني اتكلم في كل المواضيع اللي عايز اتكلمها في 3-4 كلمات. يعني برضو ادى حتة لتشيلسي كده في السكة بذكائه، ولا لمورينيو يعني طبعا. وشكر مدربه وشكر اللعيبة وشكر كل اللي يعني ساعده في الحصول على الجائزة، وده طبعا ذكاء. كل لعيبة مصر المميزين اللي انت شفته في صلاح بيميزه قوي؟ صلاح عنده ذكاء بيستخدمه بشكل جيد جدا، ذكاء فطري ملائكي يعني. في ذكاء بيبقى ذكاء شيطاني يعني، لكن ذكاؤه ذكاء في رقي. اللي ما يميزه اكتر حاجه بقى تميزه انه شايف كل اللي حواليه، كل واحد في مكانه صح يعني. يعني ما حدش يقدر يعني يتحايل عليه او يعني يفهم الشخصيه، مفتح لكن هادي ومع نفسه، لكنه عارف كل اللي بيدور حواليه وبيتعامل معاه بمنطق ممتاز. وزائد طبعا اهم سماته واهم صفاته التواضع. التواضع والحفاظ على الشعائر بتاعته، رغم انه عنده طبعا المغريات اللي يعني طبعا محتاجه حد يكون شخصيه قويه جدا ان هو يواجه. انا بقول في مثلث رعب في الكره العالميه دلوقتي، ثلاث اضلاع، لو قلنا كريستيانو ميسي صلاح، هو واحد ده مثلث الرعب فعلا اللي موجود على مستوى العالم. وكان نيمار قريب، لكن هو بعد طبعا الفتره اللي فاتت بقرار خاطئ منه ان هو يروح باريس سان جيرمان، واختار فلوس الشنط اللي بتطلع على العربيات اليومين دول. صلاح كان اذكى منه كتير وخد مكانه في العالم، ممكن في البالون دور اللي جايه يبقى الثلاث اسامي دول بالظبط ان شاء الله باذن الله يعني بالظبط ان شاء الله. وليه لا، وصلاح كسر سقف الطموح. احنا مع صلاح بنحلم طبعا، وربنا يحفظه وبندعي له، بندعي له ربنا يعني يحفظه. لما تشوف ان هو مثلا بين الشوطين في ماتش البرتغال يخش يتوضى ويصلي في الهاف تايم مثلا، فده مثل للولاد اللي حوالين منه والناس اللي حوالين منه ان هو مهتم بكل حاجه، ان ربنا يقف معاه وزمايله يقفوا معاه، ويبقى يعني جاب جون وجون حلو، فاهم انت ازاي؟ فيعني يعني الناس لما تبص تشوفه يعني بيعمل يعني اريحيه في المجموعه كلها. واللي عايز يبقى عنده حاجه يتراجع، فاهم انت ازاي؟ بيعمل لك حاجات انت حتى
تبقى نفسك تبقى في التيم، هو بيعملها بحركة بسيطة يعني، بحاجة صغيرة يعني، فاهم انت ازاي؟ بكل ايه كان هنا في دي بكلام. طبعا احنا كنا يعني بس خلاص تأهلنا لكأس العالم. لا احساسكم بقى كجهاز، احساسنا كجهاز ان احنا كنا متأكدين انه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا، لان احنا تعبنا زي ما قلت لك انه احنا كتيم ورك مفيش احلى من كده، مفيش عشرة احلى من كده، مفيش حب احلى من كده، مفيش ترابط احلى من كده. طول الوقت مع بعض، وطول الوقت عايشين مع بعض، وطول الوقت بنشتغل، طول الوقت يعني مركزين في الصغيره قبل الكبيره. مستر كوبر ده من الكره تفاصيل صغيره. تفاصيل صغيره دي احنا اللي بنهتم بيها، وكل المتوقع والغير متوقع. فاكر الكابتن اسامه نبيه على الدكه كان بيقول ايه في التوقيت ده، وقال لك ايه تحديدا؟ طبعا ده قصه كبيره. قال لك ايه؟ يعني اللهم ارنا عجائب قدرتك. يعني احنا تعبنا، وهو قال يعني معقوله الموضوع يخلص كده؟ احنا بقالنا 3 سنين شقيانين يعني. فهل الموضوع هيخلص كده؟ يعني كان لسه في ماتش غانا. اللهم لا، هو احنا كنا طبعا بغض النظر عن ماتش غانا، فرصه في ملعبك وتيم خلاص. يعني لما تيجي تقارنه بغانا هيبقى طبعا. فقال اللهم ارنا عجائب قدرتك. ومحمود نفس الحكايه يعني، بصينا لبعض ولكن النظرة كانت فيها ان شاء الله هيبقى في حاجة. لانه حتى احنا يعني قبلها يعني كنا بنفكر في الخير بس. الحمد لله يعني دايما بنفكر في الخير بس. بقول لكل الناس اللي بتختلق الحواديت اللي حوالين مننا، يعني الفترة اللي جاية محتاجة دعم ومحتاجة مساندة ومحتاجة طاقة إيجابية. طبعا مش فلان عايز ياخد من فلان وفلان عايز يحط على فلان وفلان، لا 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 لا، ما عندناش احنا كده خالص، ما عندناش اطلاقا كده. حلو. والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم ما عندنا غير كل حب، ما عندنا غير ان كل واحد بيفرح بنجاح التاني. لو ده مش موجود ما كانش انعكس على النتائج. بالظبط كده. اجهزه كتير على فكره مسكت منتخب مصر، وكان فيها ناس كتيره كويسه جدا، لكن كانت بعض خلافات بعض الافراد، وكان ده معلن، اثر على حاجات كتيره جدا طبعا. لكن احنا ما سمعناش عنكم مشكله واحده الحمد لله، ولا هتسمع. مش عايز اسمع. ولا هتسمع، لان مفيش فرصه بيننا احنا كعلاقه انسانيه وكعلاقه نظيفه وكعلاقه محبه وشغل. يعني انا مثلا افرح جدا لما الاقي محمود في حته حلوه قوي، واسامه في حته حلوه قوي، والناس اللي واضح بينكم يا كابتن. شوف 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 علاقه العمال بينا، مش عايز اقول عليهم عمال، المساعدين بتوعنا. شوف علاقه الجهاز الطبي وعم حسنين وبدر لا اللعيبه كمان محمد واللعيبه والكبار دول. انا ازاي بدلعوا على عم حسنين ولا على عبد الله ولا علينا احنا كجهاز، واحنا ازاي مستوعبين بعض الفترات اللي بقى فيها شويه يعني. طبعا لعيبه الكره عندهم طول الوقت متغيرات يعني، طبعا واحد هيلعب واحد مش هيلعب، واحد جاي مسافر واحد راجع، واحد ظروف عالم عنده ظروف. فبالظبط الحمد لله يعني، الحمد لله الثلاث سنين كان فيهم احلى اوقات حياتنا كلها. عايزك توجه كلمه مباشره لصلاح. انا بحبك جدا، وعايزك تبقى على قد ما تقدر تسعد كل المصريين في كل وقت. بس هتحتفلوا بصلاح ازاي في الجهاز الفني والمنتخب واللعيبه؟ احنا نفسك تعمل له ايه؟ احنا محتفلين بيهم كلهم في كل وقت. كويس. يعني بنفرح يعني احنا طول الوقت قاعدين ايه نتكلم على التليفونات. اسامه تريزيجيه جاب جون في قاسم باشا، ورده جاب جون مش عارف في ايه، حوده شفت الجون اللي جابه مش عارف مين كده. مصطفى فتحي انا نفسي تعمل كهربا. تعمل قصيده لصلاح. والله يا ربنا يبعت. هو طبعا انت هيبعت. هو انت عارف خير كله خير. ربنا يبعت والله، هو يستحق. مش قصيده معلقه يعني، ربنا يكرمه يا رب ويفضل كده يساعد كل انت عارف البلد بتبقى فيها حاله. انا متخيل الناس دلوقتي لا البلد فيها حاله يعني، مثلا ماتش ليفربول في الكافيهات ده 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 الناس بترزق. حتى انا البلد مركز شباب نجريج، انا شفت الصور اللي محطوطه قبل الحفله والناس قاعده ازاي، ومصر كلها. انا متخيل لحظه اعلان تتويج محمد صلاح. انا كنت في بيلا يوم ما خد احسن لاعب في افريقيا، كنت في زياره كده لبيلا، وكنت قاعد في وسط مثلا 5000 واحد او اكتر من 5000 واحد. شوف ساعه لما
لما مستر كوبر خد الجايزة، لما الفرقة خدت الجايزة، لما صلاح خد الجايزة، حاجة بتسعد الناس. الناس محتاجة لحاجة تسعدها يعني. فأتمنى له هو أنه هو يفضل محافظ على اللي هو فيه ده، عشان يفضل يحافظ على سعادة المصريين أكتر وقت ممكن. طبعا سعادة كبيرة وسعادة بعدها سعادة. أنا بقول لك كابتن، إحنا في التوقيت ده أنا متخيل لحظة الإعلان عن تتويج صلاح، زغرطة بقى في البيوت والناس بتوزع شربات. أنا حاسس هناك شايف في نجريج يعني، شايف وفي مصر كلها طبعًا. وفي كل حتة أكيد، وعربيات كلاكسات في الشوارع وصور صلاح، لأنه يستحق طبعا. وكل لاعبتنا اللي بتقدم بشكل يعني، النني اللي ماشي بشكل رائع جدا، ألف سلامة عن النني طبعا، ألف سلامة عليه. وأشعر أنه مش واخد حقه. احنا عارفين قيمته كويس جدا، احنا كجهاز بعيدا عنكم، اه يعني بتكلم في الناحيه الاعلاميه اللي انا برضه واحد فيه، مش عارفين قيمته هو، بس عارفين قيمه كل حد حتى بتطاله يعني اسهم النقد في الفرقه، مش عاجب ناس مثلا او كده، لكن احنا عاجبنا جدا وحابينهم جدا كلهم وعارفين ادوارهم اللي هم مكلفين بيها. لان انت لما تبقى عارف ادوار اللي انت مديها للناس وبتاديها باعلى كفاءه، غير حد تاني عايز يشوف حد بيدي كوبري ولا يعمل كعب ولا شيء. دي قصصنا، مش هو ده هدفنا. هدفنا الناس اللي مركزه، العساكر اللي بتعمل، اللي بتأدي ادوارها بالشكل المطلوب منها وبتعمل النتيجه اللي بتسعد الناس. انا عايز طبعا امسك الخشب فورمه، شكلك هترجع تقف. ما انا قلت بقى لو ربنا يوصل على الباقي، ربنا يسهل ان شاء الله الحضر كده. بس احد الزملاء في الاعداد قال لي بلاش الكابتن ناجي يقف، المكان ده محروس. فطبعا محروس لكل حراس مصر طبعا يعني. اكيد يعني. ربنا يا رب. عايز اقول برضو لانه يعني في نغمه مش عجباني خالص، انه يعني حد بيعمل حاجه لحد عشان يتعور ولا كلام. الكلام ده كلام فاضي تماما وعاري تماما. من الاخر ما تردد على عصام الحضري تعالى جامايكا والكلام ده. عصام الحضري شخص اكتر واحد بجتهد في مصر طبعا طبعا، واكتر واحد عارف شغله كويس. واللعبه اللي اتصاب فيها احمد الشناوي كل الناس شافتها، ممكن محمود فايز كتب على صفحته ده واحد خبط واحد في ركبته، يعني هو ما يقصدش طبعا، لكن ما فيش الكلام ده خالص. وربنا يسلمهم كلهم، واحنا مستنين من كل مش من اللعيبه، من دعاء المصريين ومحبه المصريين لينا وللفرقه، فرقه بلادهم، ان هي تعمل لنا حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم طبعا. طيب حراسه المرمى وما يحدث في حراسه المرمى واصابه احمد الشناوي وكل السؤال اللي بيفرض نفسه بكل المراكز، وجم عندك في حراسه المرمى والحديث على حراسه المرمى لا ينقطع. تقرير سريع ونرجع نشوف حراسه مرمى منتخب مصر ويطمن عليها الكابتن ناجي. رغم حالة الصراع القاسية الذي يخضع له حراس مرمى الأندية المصرية للحصول على شرف الظهور في قائمة الفراعنة في المونديال، إلا أن ذلك كان بمثابة الحيرة الكبيرة للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني، ومعه أحمد ناجي مدرب حراس المرمى. يراقب ناجي عن قرب تطور مستوى حراس المرمى لاختيار الأفضل، ليقول دوماً إن القائمة ليست مغلقة ومفتوحة لمن يعطي ويجتهد ويتطور. لم يخفي ناجي حزنه لإصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك بقطع في الرباط الصليبي، وقبلها خوفه من تأثير ابتعاد شريف إكرامي كونه الأب الروحي للجميع، لكنه في الوقت ذاته يثق وبشدة في مستوى بقية حراس المرمى. فتح ابتعاد أحمد الشناوي الباب والأمل لعدد من الحراس للدخول في حسابات الجهاز الفني. فهناك عصام الحضري، معه من دون شك حارس الأهلي القادم بقوة محمد الشناوي. الثنائي حجزا بصورة نهائية أماكنهما في قائمة الفراعنة بالمونديال إذا ما ابتعدت عنهم الإصابة اللعينة. يبقى الصراع مفتوحا بين شريف إكرامي، محمد عواد، علي لطفي، عامر المهدي سليمان بالمقعدين الأخيرين.
محدش يقلق شعار بيرفعه الكابتن احمد ناجي في حراسه مرمى منتخب مصر. وطبعا سلامات للكابتن احمد الشناوي، يرجع بالف سلام. لا فعلا بجد يعني من زمان خالص وانا يعني عارف انه في اي وقت ممكن يحصل اي حاجه، فاكيد مجهزين يعني نفسنا لكل حاجه. وبلان 1 وبلان 2 وبلان 3 كمان. احنا وصلنا بلان كام كده؟ احنا في بلان 1 يعني. ليه في بلان 1؟ حلو جدا. مفيش مشاكل يعني، ما عندناش مشاكل، عندنا حراس فعلا متميزين في الدوري المصري بجد يعني، بدون يعني ان ده يكون اطراء عليهم يعني، لا بالعكس هم خلي بالك احنا بنشوف حراسه المرمى غير ممكن المشاهد العادي يعني. تمام. المشاهد العادي ممكن جون تقع من ايده الكره يزعل منه، او يخش في جون يزعل منه، احنا ما بنزعلش. احنا في قدرات، نظره مختلفه، في قدرات خلاص. يعني احنا في يعني عارفين ده قدراته ايه وده قدراته ايه، وحاطين ده في مكان وده في مكان، وده امتى يخش في المكان وامتى ما يخشش فالموضوع مترتب، وما فيش زي ما انت بتقول ما تقلقوش يعني ان شاء الله. زعلته من عواد لما كتب ولا ده ما كانتش صفحته؟ لا لا ما كانتش صفحته خالص، ما كانتش صفحته. بالعكس عواد يعني سيبك ان هو حارس متميز وعامل تميز مش طبيعي يعني، بني ادم زي الفل يعني، قلب ابيض زي الحليب، ودايما انا على تواصل معاه حتى وهو مش في المنتخب يعني، دايما انا بحس بحته كده يعني زياده شويه عند عواد يعني، عن طبعا الناس فاكره حاجه تانية خالص وسهام النقد والكلام، ولكن بنضحك احنا الاثنين يعني، الاثنين دايما. انا عارف ان انت قريب من حراسك وقريب من حراس مرمى مصر كلها ومن المدربين الحراس، في علاقه محترمه جدا بتحافظ عليها. الحمد لله علاقه محترمه في حدود يعني، يعني مثلا انا يعني مش ممكن ابدا اتدخل في عمل مدرب حراس نادي، ولا ينفع تقول لحد شارك ده؟ لا لا خالص ده. خالص لا دي حاجة. ولا بعد التقارير اللي بتتكتب الجهاز الفني منتخب مصر بيقول للكابتن حسام البدري لازم تلعب شريف إكرامي عشان ياخدوه؟ لا عمرها ما حصلت ولا عمرها تحصل من الناس. انا عارف ده بس انا حابب اقول ده لانه بيتكتب يعني، الناس محترفه ما ينفعش تعمل ده لانه كل واحد حر في قراراته وكل واحد عارف بيدور شغله بالطريقه اللي تريحه يعني، فلا يعني. لكن طبعا تربطني علاقات طيبه جدا بالمدربين كلهم يعني، اذا كان مصطفى كمال قبل ما يمشي ده انت انا مرنته طبعا يعني، لعيبتي كابتن ايمن طاهر، طارق سليمان اخويا الصغير، ويعني وحد من الناس اللي يعني تربينا مع بعض يعني، فمفيش اي حاجه. سعفان الصغير مع انه طبعا بيسخن شويه بس عادي مفيش مشكله يعني، بيجي يعني مفيش قريب يعني مفيش مشكله يعني. هو حماسه زياده شويه. وطبعا حماسه للحارس بتاعه ده حاجه كويسه يعني، لكن انا بقول له يعني ما تقلقش يعني انت، هو عارف يعني علاقتي بيه علاقه طيبه جدا. كل مدربين الحراس في الانديه في كل الانديه دايما بتكلم مع كابتن فكري صالح في كل وقت، وحد من الناس اللي انا بحترمها وبحبها جدا، بقول له موفق دايما في كل اللي انت بتعمله. هو دلوقتي بقى مسؤول عن قطاع ناشئين كبير، ف طبعا ان شاء الله ربنا يوفقه يا رب ويوفق كل حد يعني مخلص وفعلا عايز ينتج وعايز الشغلانه مش سهله الشغلانه طبعا تدريب حراس المرمى دي يعني. ال الناس قد تنظر الى 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 الشكل من بعيد الموضوع سهل وبتاع، لا لا وتدريب على الموضوع كبير جدا. الموضوع كبير جدا جدا جدا. طب اللي بينظر وشايف رؤيه للمنتخب او لحراس المرمى رؤيه فنيه شويه، وهاخد راي حضرتك فيها، ان احنا مثلا الفتره الجايه قد يكون خمس حراس على الرادار مع حفظ الالقاب، حضري محمد الشناوي عواد اكرامي جنش، خمس حراس الفتره اللي بعدها ممكن يبقوا اربعه في معسكر الكويت، بعدها يبقوا ثلاثه في المنتخب، كابتن عصام الحضري كابتن محمد الشناوي دول خلاص ضمنوا، ثلاثه التانيين لا على فكره يزيد. لا انا هقول لك رؤيه وقول اللي انت عايزه. دول قد يكون ضمنوا اماكنهم بحكم انهم في معسكرات يعني، انت حطيت جنش النهارده قريبين للمنتخب. عواد اكرامي جنش هيكون واحد من دول موجود مع الاثنين دول، الكلام اللي بيتقال ده ايه رايك فيه او التحليل هو ده؟ جنش إيه رأيك فيه؟ جنش بقاله ماتشين بيلعب بس، لكن في حراس تانية بتلعب الموسم كله يعني. تمام. عامر من الناس اللي لعبت الموسم كله واجاد يعني. تمام. جنش نتمنى انه يخش يلعب، عنده كاس مصر
الناس طبعا اللي عندهم ثبات انفعالي بشكل كويس. مهدي كان في اصابه بقاله فتره طويله وراجع. لطفي برضو بياخد مباريات في النادي الاهلي. يعني مفيش قلق يعني. عواد عامل مستوى رائع جدا في نادي الاسماعيلي. اكرامي لعب النهارده. يعني كل الناس موجوده بحيث ان انت يعني محمد الشناوي طبعا بيأدي اداء ممتاز مع النادي الاهلي. عصام الحضري عامل موسم كويس جدا مع التعاون. انا عارف انك مش هتريح حد بس لا انا طبعا لا يعني اقصد اقول ايه انه فين القلق. يعني مفيش قلق. يعني في عندك 7-8 حراس اهوت عايز منهم 4 او عايز منهم 3 او عايز منهم 5. اي حد فيهم يعني يقدر. تقدر كلنا نقدر فما فيش مشاكل يعني خالص. يعني ما فيش مشاكل. الحالة بقى والروح اللي موجودة بين حراسك شايفها ازاي في التنافس؟ التنافس طبعا ده يعني اللي انا شايفه ما بقاش عنده روح التنافس اساسا ما بجيبوش يعني. واللي ما بيبقاش متضايق انه ما بيلعبش ما بحبوش. واللي هيعملوا لك مشاكل كده في المعسكرات؟ لا ما هو لا ما هم عارفين. انا بضحك. لا هم عارفين. لا هم عارفين ان احنا كجهاز يعني عايزين ناس مقاتله وناس مصابره وناس عندها جلد وعندها تحدي. واحنا كتيم ورك دايما يعني بقت سمه الناس اللي احنا بنحب نجيبها هم دول. يعني هم الناس اللي بتكافح وعايزه تعمل حاجه مصر وعندهم جلد وعندهم وقت. انكار ذات وعندهم زي ما انا قلت للحضري مثلا في بطوله افريقيا انت الثالث تيجي ولا ايه؟ قال انا هاجي اشيل الجزم. مظبوط. وجه ولعب. فالمساله بالنسبه لنا مساله هي هو انت كجهاز او كمدرب انت بتسمع وتشوف واحده في الثانيه في الثالثه بالظبط يا بتصرف نظر يا بتاكد على ان ده يستحق. مظبوط. بس مين الحارس الاول في مصر في هذا التوقيت؟ لا ما اقدرش انا كواحد مسؤول عن رفع معنويات الناس ان انا اقول اجاوب على السؤال ده. تمام. لانه انا ما يعني طبعا كلهم بن 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 يعني بناخد بايديهم ونتكلم معاهم وكده وكده. ما تعرفش ظروف يعني انا كواحد مثلا عندي خبره في مساله اقول ايه وما اقولش ايه. يعني ان انا اقول ان ده فلان ده احسن واحد وبعدين يجي له شويه برد ما يلعبش يبقى التاني اللي وراه او تقع كوره عاديه يعني يقول لك يعني يبقى التاني وراه. طب ما كان بيقول ده احسن واحد يعني انا مش احسن واحد يعني حطمه. فلا يعني انا لازم ده في اللايف وبنشد ايدينا في الغرف المغلقه لو بتكلم حراسك بتحمس حراسك ازاي؟ لا طبعا كل واحد ليه طريقه يعني انت بتحلل شخصيات كل واحد وبتختار الطريقه المناسبه لان انت تعمل له موتيفيشن يعني او تعمل له دوافع يعني. وممكن في التمرين في خلال الاسبوع بتاع اللي قبل الماتش اللي هيلعب بيعرف انه هيلعب. كلمه من هنا على كلمه من هنا على تشجيع من هنا على بتاع بيعرف اكيد. قبل ما اقول له بقى رسميا انه هيلعب فهو بيبقى انا اديته في حد فاجئته في ماتش معين وقلت له لا ما ينفعش افاجئ حد. انا فاهم يعني قبلها يعني او حسيت ان انت كنت لازم تاهله قبلها بمسافه معينه. لا بالعكس يعني كله جاهز بالعكس لانه انا يعني من ضمن واجبات وظيفتي ان انا اهيئ اللي هيلعب. فما ينفعش ان انا افاجئ حد يعني خالص. لازم ببقى يعني عواد قبل ماتش اليونان قبل ماتش البرتغال اتكلمت معاه قلت له انت ان شاء الله هتاخد فرصه في ماتش اليونان وجهز نفسك لان في كلام رغي كتير ومش عايزين ودننا للسوشيال ميديا كل المصريين مستنيين وعندهم امل والامل بيزيد ومع ادرينالين صلاح الامل بيزيد قوي كل منتخب مصر عشان ما نخسرش منتخب طبعا. في صلاح وفيكوا كجهاز فني الطموح زايد قوي والله يعني على راي الانجليز واي نوت يعني. ليه لا احنا عندنا احسن لعيب في العالم احسن لعيب في انجلترا عندنا 6-7 في الدوري الانجليزي ما عندنا ناس في الدوري اليوناني وفي الدوري التركي وفي الدوريات الخليج وعندنا فرقه محترمه جدا جدا. واحنا كمان زي ما الناس يعني الادرينالين بتاعها زايد احنا كمان برضو بنتأهل ونتعشم وهنشتغل على كده وهنتعب على كده وكل الامور بالنسبه لنا. لعبنا ماتش البرتغال كاننا كسبين البرتغال لحد الدقيقه 90 لحد الدقيقه 92 من اعظم فرق العالم طبعا بطله اوروبا تجربه ناجحه جدا فلا يعني احنا لعبتنا ما بقتش تتخض زي زمان.
لعبتنا كبيره يعني بيلعبوا البرتغال وهم مصر طبعا وكان واضح جدا. لكن في الماتش الثاني معظم التقارير الصحفيه قالت ان مستر هيكتور كوبر ركب كل البدلة في اتوبيس واما دور العربيه اللي هم منزله. بالعكس بالعكس ما عندناش بدلة. لعيب منتخب انت تقول لعيب بديل لما تكون فرقه صغيره وما عندهاش لعيبه عامله كل اللعيبه على انها اساسيه لانه ده لعيب منتخب ده كريمه لعيبه مصر ما تقالش عليه بديل. وهو اذا حس انه بديل وحس بالاحساس ده يبقى ما ينفعناش لانه لازم يبقى عارف انه هو هنا بيمثل بلده ده قميص بلده وده من احسن 30 لعيب احسن 25 لعيب. لكن الكلام ده يتقال على مثلا فرقه صغيره في الدرجه الثانيه ولا في الدرجه الاولى بتنافس على الهبوط الدكه مش خلي بالك دي الحته الوحيده في الحوار اللي نرفج فيها عالي قوي لانه فعلا انا كنت زعلان من الكلام بالاسلوب ده. يعني احنا لعبتنا اكتر ناس حبيبهم مين؟ احنا حابينهم مش هنحطهم في الوضع اللي الناس قالت عليه ده. الوقت بيجري معاك بسرعه لكن انا ليا طلبين. الاول عايز اسمع حاجه اغنيه. تسمع شعر؟ لا اغنيه. ما انا مش دندن لي حاجه كده دندن لي حاجه كده ما مش حابب ان انا اغني مثلا دندنه عبد الحليم حافظ دلوقتي. الناس فرحانه كلها بصلاح وفرحانه بالدنيا وعايزين يسمعوا حاجه حلوه والمناسبه حلوه. هغني الغنى اللي انا بغنيها لك دايما. غني. الناس معادن وانت الماس يا مصر ناسك احسن ناس. الناس معادن وانت الماس يا مصر ناسك احسن ناس. يا ام الشباب احنا شبابك الوف الوف حوالين بابك نكحل العين بترابك نشرفك قدام الناس. الناس معادن وانت الماس يا مصر ناسك احسن ناس. نغيب نغيب ونغنيلك مش لاجل زرعك ولا نيلك ولا الناخل ولا مواويلك لا ده احنا بنحبك وخلاص. الناس معادن وانت احلى ناس يا مصر وانت من احلى الناس وشرفتني ونورتني. بس انا هطلب منك الطلب الثاني. اتفضل. هتتفضل تيجي هنا. ايوه. تختم الحلقه بطريقتك وباسلوبك وانا يشرفني ان انت ايه المفاجاه دي الحلقه تيجي تقعد هنا مذيع احمد ناجي. اتفضل يا كابتن اختم بقى. والله ده ايه المفاجاه الجميله دي شفته على الهواء. النهارده كان ضيفنا في الحلقه كابتن احمد ناجي ويا رب يكون كان ضيف خفيف عليكم وقال كل اللي كان المفروض انتوا تسمعوه. انا النهارده يعني سعيد ان انا كنت جايب كابتن احمد ناجي ضيف معايا النهارده عشان كنت عايز ازنقه في حاجات واخليه يقول حاجات. بس هو طبعا ما فيش حد بيقدر يزنقه ولا حد بيقدر ياخد منه غير اللي هو عايز يقوله. يا رب تكون الحلقه عجبتكم ويا رب تكون قناه النادي الاهلي دايما منوره ودايما متالقه ودايما فيها كل اللي انتوا عايزينه. عايز اقول لكم ان انا كنت بقى احمد ناجي. انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم مع ايهاب هو طبعا المذيع. واقول لكم تصبحوا على خير.